أهلا 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 وسهلا بيكم. بالتأكيد هنتكلم على يوم إفريقيا النهاردة، ده مما لا شك فيه. بس أنا امبارح كنت بقول لكم على حاجة وكانت متعلقة بمسألة الناس اللي تيجي تقول لك هو إيه اللي حصل في البلد، وأصلا ما فيش تغيير، وأصلا هو الرئيس عمل إيه، أصلا إحنا مش حاسين، أصلا إحنا مش عارف إيه كلام من ده. وأظرف حاجة، ود اخوان كده لطيف جدا ده على تويتر، انا ما عنديش فعلا ولا اي حساب لا تويتر ولا فيسبوك ولا هيبقى يعني ولا غيره، ساعات بروح اعمل سيرش فبيطلع لي شويه حاجات، سيرش عادي جدا على جوجل يعني. فلقيت ايه بقى؟ لقيت واحد بيقول لك يوسف الحسيني بيقول انه السيسي عمل كذا، واصل احنا يجب ان نشعر بالامتنان وبتاع، فين اي خد بالك ده اخوان. تقول لي عرفت منين انه اخوان؟ يقول لك ولا حاجه خالص، واحد حاطط صوره فانيلا صفراء وعليها علامه مش عارف رابعه والهبل بتاعهم ده. المهم يعني ده احنا كنا خد بالك الواد بتاع رابعه ده قال لك ده احنا كنا زمان الدولار اقل من 6 جنيه ومصر كان فيها صناعة وكنا عايشين ومبسوطين ومهيصين، تيجي تقول لي أصل دلوقتي ده إخوان ربعاوي. يعني مصر كانت زمان حلوة وجميلة وكلين وشربين ومتعلمين وميت فل، والدولار بقى أقل من 6 جنيه وفيها صناعة، أمال بتقولوا إحنا بتوع ثورة ليه؟ صورته على مبارك ليه؟ مش انتوا بتقولوا ان انتوا شركاء وصناع 25 يناير لما هو كان حلو، لما هو كان حلو زعلتوا منه ليه؟ هنا تقدر تفهم الذهنية بتاعت الإخوان، هو طول الوقت عاوز ايه؟ هو عاوز ينكد عليك انت، فهيقول لك كلام هو لا يعنيه ولا فارق معاه، هو لا هيعجبه كده ولا كده ولا كده ولا كده. لكن على السياق الاصلي بتاعنا، انا بس حبيت افهمك بتوع الاخوان بيلعبوا معاك ازاي، انت المشاهد بيتلعب معاك ازاي. خد بالك انه الاخوان طول الوقت بيشغلوك بايه؟ ان هو بيصدر لك شويه علم من اراجوزاتهم تدب انت معاهم الخناقه او تتخنق او تزعق او تشتم، وفلان قال وعلان قال، سيبك من ده. هم بيعملوا ايه؟ هو بيصدر لك الاراجوزات، فما تنساش انه في حاجة اسمها تنظيم الاخوان. هذا التنظيم يجب انك تبقى فاهم كل الاعيبه وتكتيكاته واستراتيجيته الطويلة وبيشتغل ازاي وذهنيته عاملة ازاي. وده لينا فيه كلام بالمناسبة خلال الايام اللي جاية، لانه ده مهم جدا حتى لا تنسى بس. وطبيعة النفس الانسانية انه انت لسه النهارده كنت بتكلم مع صديق عزيز عليا يعني في التليفون، كنا بنتكلم في القصه دي، بيقول له انا مش قادر افهم، والله العظيم مش قادر افهم يعني ايه الاقي واحد يقول لي هو السيسي عمل ايه. فضحك قال لي بص، لو انت اتعورت في ايدك ورحت للدكتور خيط الجرح وعالجه وتمام التمام وما بقاش فيه اي اثر، انت نسيت ان ايدك كانت وجعاك. ده جزء من طبيعتنا الانسانيه يا يوسف. قلت له طب والله عندك حق. قلت له بس المساله مش كده، الدنيا اتغيرت حوالينا، وعايز اقعد انا اتكلم معاك انت كمشاهد وانت كمشاهده بمنتهى البساطه والله العظيم. ايه المصلحه المباشره التي تعود على الرئيس من ورا مثلا مبادره 100 مليون صحه؟ يعني يقول لي هو استفاد ايه لما يعمل مبادره بتاعت 100 مليون صحه تعالج الناس من اي شيء، واللي ما وبالمناسبه هذه العلاجات مجانيه، ولو مش مجاني فتلاقي مثلا ايه ان دافع مبلغ اللي هو مش عارف دفعت 5 جنيه ولا 10 جنيه علشان احشي ضرس. ايه ده؟ طيب سيبك من دفعت 5 جنيه ولا 10 جنيه عشان تحشي ضرس، لو رحت لدكتور سنان يعني لما يبقى مهاود هتدفع لك يجي 1000 جنيه مثلا، لما يبقى مهاود وطيب وامير وابن حلال مفيش منه. بس مش دي النقطه، انا سؤالي هو قول لي ايه اللي يعود عليه من ورا مبادره 100 مليون صحه؟ طيب ايه اللي يعود عليه من ورا العلاج المجاني لفيروس سي؟ يعني هو الانسان الفرد الشخص عاد عليه ايه؟ بلاش. بيعمل طرق وكباري. ممكن اسالك انت سؤال واحد، انت شايف انه لما بيعمل الطرق والكباري هو مستفيد؟ يعني هو الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مستفيد؟ هو كشخص كفرد كمواطن مصري يا سيدي
هو مستفيد، طيب بلاش كمواطن، هو كرئيس الدولة هو مستفيد من وراء الطرق والكباري، ولا انت اللي مستفيد؟ يعني انت اللي بتمشي على طريق عليه القيمة، انت اللي بتمشي بعربيتك ان كنت تمتلك عربية، موتوسيكل، سكوتر، تريسيكل، من غير ما يتبهدل في المطبات والتكسير وكل شوية تقعد تصلح وتغير وتدفع ويطلع عينك. انت اللي مستفيد من ورا انك بتوصل في ميعاد سليم، انت اللي مستفيد من ورا انك ما بتستهلكش بنزين كتير. سؤال بقى، وهو استفاد ايه؟ ولا طب بلاش، لما نيجي نعمل عملية اعادة استغلال لاسفل الكباري او جوانب الطرق والمحاور الرئيسية، فالناس تروح علشان تأجر هناك محلات وتشتغل تكسب وتشغل شبان فيكسبوا، السؤال بقى هو كسب ايه؟ ولا حاجة برضو. شيء غريب قوي يا اخي، ما كسبش حاجة من ده. يعني انت اللي بتكسب، انت المواطن، المواطن صاحب المحل كسبان، الشاب اللي بيشتغل في المحل كسبان، اصبح في عندي دورة رأس مال، الكل كسبان. هو بقى كسبان ايه؟ يعني عايد عليه بالايه؟ جاوب، انا عايزك تجاوب. هو كسبان ايه من وراء الطرق والكباري؟ هو كسبان ايه من وراء اعادة استغلال مثلا؟ اقول لك حاجات بسيطة خالص انت بتشوفها كل يوم، انت بتشوفها كل يوم. هو كسبان ايه من وراء 100 مليون صح؟ هو كسبان ايه من طب ممكن تقول لي هيكسب ايه من وراء المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس، انه يشجع الناس انها تيجي تستثمر وتبني هنا مصانع، فلما المصنع يتبني فيبقى عندك منتج محلي واحد ارخص من الاجنبي، فارخيص ليك انت المواطن. اتنين، يدخل عائد للدولة عن طريق الضرائب بتاعت المصانع دي. تلاتة، بنصدر فنقلل استخدامنا للعملة الصعبة، فالجنيه بتاعك يبقى وضعه احلى، اقتصادك يبقى مزهزه. سؤال، هو كسبان ايه بقى؟ المناطق والمجمعات الصناعية اللي بتتفتح في المحافظات كسبان ايه؟ قول لي كده الرئيس كسبان ايه من ورا المناطق الصناعية المفتوحة في المحافظات واللي لسه بتتفتح؟ طيب هو كسبان ايه من ورا مشروع مستقبل مصر مثلا في الضبعة؟ يعني لما يجي يقول يا جماعة احنا هنزرع هنا 1,050,000 فدان خضار وفاكهة، وهنعمل تصنيع زراعي، وهندخل مستثمرين ونشغل شبان ومهندسين و هو كسبان ايه؟ انا بس والله العظيم بسألك السؤال، ارجوك قول لي اجابة شافية. طالما انت لو انت مواطن مش عاجبك، او مواطن دماغك مزقزقة او مستاء، سؤالي هو كسبان ايه؟ انت كسبان ان الحاجة تبقى كتيرة بإذن الله سبحانه وتعالى في الاسواق، فانت كسبان ان السعر يخف. يعني انت اكيد خدت بالك ان خلال الاسبوعين اللي فاتوا اسعار خضار وفاكهة كتير قلت. بالمناسبة هي ما قلتش بس علشان مستقبل مصر الزراعي اللي معمول في الضبعة، انت عندك اللي في توشكا، وعندك اللي في سينا، وعندك اللي في الفرافرة، وعندك اللي في شرق العوينات الى اخره. يعني فكرة اقتصاد الوفرة. طيب هو كسبان ايه من وراء انه يبقى فيه منافس بتاعة القوات المسلحة ومنافس بتاعة وزارة الداخلية؟ هو كسبان ايه من ده؟ طب هو كسبان ايه من وراء انه طول الوقت يشجع ويدفع ويوجه ناحية مبادرات تقلل الاسعار وتعمل تخفيضات؟ ايه؟ جاوب. هو الفرد تاني، رجل فرد يتولى منصب رئيس جمهورية مصر العربية، هو بشكل مباشر ايه العائد عليه؟ كل اللي انا قلته لك ده مفيش اي شيء عائد عليه بشكل مباشر على الاطلاق. اي عائد مباشر هو جاي لسيادتك انت، انت اللي هتشتري الحاجة ارخص، انت اللي باذن الله تتعالج يا اما ببلاش يا اما باقل سعر. يعني هو اسمه فعلا اللي هي يسموها ايه، يقول لك بارقام يعني كده، حاجه على راي الاعلام بتاع زمان ببلاش كده، يعني الاجور الرمزيه دي زي ما بيتقال، او الاسعار الرمزيه وما الى ذلك. مصانع يعني ناس بتشتغل وناس بتاكل لقمه عيش، كل دي عائدات على سيادتك. هو هياخد ايه؟ قول لي انت. طيب هو لما يجي يقول احنا هنعمل مثلا المشروع الكبير بتاع مفاعلات النووية بتاع توليد الطاقة في الضبعة، طب كسبان ايه؟ ده على سبيل المثال. طب ممكن تقولي هو كسبان ايه من ورا تبطين الترع او محطات معالجة المية؟ كسبان ايه برضو؟ معرفش.
طيب هو كسبان ايه من وراء احلال العربيات، المشروع بتاع احلال العربيات للغاز؟ طب كسبان ايه من وراء ان احنا نصنع، خد بالك من كلمة نصنع، مش نشتري ونستورد، نصنع في مصر ونصنع عربيات كهربا في مصر، هو طيب كسبان ايه؟ هو كسبان حاجة واحدة من ورا كل ده، حاجة واحدة بس، انه يبقى ارضى ربنا وضميره، يعني قدام نفسه وقدام الله سبحانه وتعالى، يبقى يا رب انا عملت اللي يرضيك قدر استطاعتي، يا ضميري انا ابص لنفسي في المراية انا عملت اللي عليا، انا كلفت ان انا ابقى، ما تنساش احنا اللي طلبنا وزنينا يا فندم ارجوك عايزينك رئيس جمهورية. فيبقى التكليف ده الحمد لله انا عملت كل حاجة في استطاعتي بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسهل حاجة في الدنيا يجي الرئيس سنة 2014، تمام في شوية لخبطة، الامن هظبطه لكم، الحرب على الإرهاب نخلص لكم عليهم، خلاص كده خليكم بقى عايشين على قديمه، نفسكم في الدولار أبو 6 جنيه، عينيا عايز نسيب الدعم سداح مداح، أغلب اللي كانوا بيستفيدوا منه اللي هم أصلا مش محتاجينه من العندي قبل العندي، ولا بقى لا في ممكن تقولي هو استفاد إيه من تكافل وكرامة أو من دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحتى الاستثمارات الكبيرة اللي بيتعمل لها، لو خدتوا بالكوا ما يطلق عليه الرخصة الذهبية، سواء إذا كان في مجال صناعة سيارة الكهرباء أو الهيدروجين الأخضر زي ما كنا بنتكلم امبارح، أو الاستثمارات في الطاقة المتجددة، ولا كل ده، خليك على قديمه واستورد من هناك واستورد من اليمين ومن الشمال ومن الشمال ومن الجنوب، ومية فل واربعتاشر ولا 100 مليون صحة ولا ليا دعوة، ولا جيب لك نموذج التعليم الياباني، ولا شوف المناهج بتاعت فنلندا والنرويج، بلا وجع دماغ، مش انتوا مبسوطين كده؟ ويرجع بقى على مصطلحات خليهم يتسلوا، هو احنا نسينا ولا ايه؟ الله يرحمه فؤاد المهندس، مش كده ولا ايه؟ بالراحة كده نفكر ونحاول نجد أجوبة على الأسئلة اللي واحد اسمه يوسف طرح، إلى أن نجد هذه الأجوبة يا سادة ويا سيدات يا كرام وكريمات، خلونا نشوف بقى كريزة الكورة العالمية مش بس المصرية، مو صلاح مو صلاح، محمد صلاح بيأكد كجناح وهداف فريق ليفربول على بقائه العام القادم مع فريقه. صلاح قال ضمن المؤتمر الصحفي أو خلال المؤتمر الصحفي قبل نهائي أبطال أوروبا إن كل تركيزه دلوقتي مع فريقه ليفربول، وبيأكد أنا هفضل مع ليفربول الموسم القادم بكل تأكيد. يحق لصلاح إن هو يمضي لأي فريق في يناير 23 وينضم إليه الصيف التالي مجانا. فكر في طريقة صلاح، صلاح ذكي، صلاح ما بيبصش تحت رجله، صلاح باصص لقدام، شايف صلاح؟ ادي نظرة اللي باصص لقدام، شوف حتى باصص لقدام جدا اكتر من تصوراتي، ما شاء الله عليه، هنا في مخ. القصة مش في اللياقة البدنية بتاعت صلاح، القصة او مش بس في اللياقة البدنية بتاعت صلاح، القصة مش بس في موهبته ولا في مهاراته، القصة في تركيبته، مخه شغال بالمظبوط، مش المكسب اللي تحت رجله، المستقبل. صلاح من الاخر كده عاوز يبقى واحد من ايقونات في تاريخ الكوره في العالم، صلاح عاوز يبقى زيه زي بيليه زي مارادونا، صلاح عاوز يبقى ايقونه في الكوره او في الرياضه بشكل عام، يفضل دايما كده ايه، ده كان في بيليه، ده كان في مارادونا، ده ربنا يديله الصحه صاحب طول العمر، وفي محمد صلاح الى اخره. نصح شاطر. طيب من ناحيه تانية، لاعبنا المصري المحترف الشهير محمد، انا من اكتر ناس تشجع محمد النني بالمناسبه برضه، أرسنال بيعلن تجديد التعاقد مع محمد النني بإذن الله ليونيو 2023. شايف بقى احنا كده ايه، خد بالك عندنا صلاح في ليفربول والنني في أرسنال، حاجة ما شاء الله، والله الكرة المصرية
هتبدأ تصدر اللعيبة بتوعها. والله بكلمك بجد، يعني زي ما كنا دايما نقعد نقول ايه الأفارقة أصدقائنا إخواتنا، بمناسبة يوم إفريقيا ونبقى نتكلم عليه كلام كتير بالمناسبة. ما عندهم لعيبه كتير جدا ما شاء الله محترفين بره في الانديه بتاعت اوروبا. فادي النني اهو بيوقع، دول الاولاد زيكم يا اولاد، شبه الخالق الناطق نفس الضحكه ربنا يخلي. فبدانا اهو يبقى في عندنا تصدير من اللعيبه بتوعنا للانديه الكبيره جدا اللي موجوده ايه في بلاد بره. وطبعا زي ما احنا عارفين، شوف اللي بيحترف الدوري الانجليزي ده تعرف انه ما شاء الله عليه جايب من الاخر. فباذن الله سبحانه وتعالى محمد النني وقع حتى يوليو 2023 باذن الله. الاعلان ده جاي عن التجديد بعد الاداء المميز الحقيقه اللي قدمه خلال الفتره الاخيره من الموسم اللي خلص. احنا معانا على التليفون استاذ ناصر النني والد اللاعب محمد النني. اهلا 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 بيك يوسف، وربنا يديك الصحه كده. ربنا يخليك يا رب، وربنا يدي الصحة لحضرتك ولمحمد، منورنا ومشرفنا كده. ربنا يخليك كده. خلاص محمد يمضي لحد يوليو 2023. الحمد لله والشكر لك يا رب. الحمد لله. ما بيفكرش ينقل بعد كده؟ يعني ما فيش حاجة كده في دماغه؟ لا والله، لا والله، لا هو بيعشق نادي الأرسنال والله. واحنا كلنا لأن أنا لما رحت إنجلترا بصراحة لقيت عيلة عيلة مع بعضها، يعني اوضه اللبس بالنسبه لمحمد دي حاجه كبيره، مع اللعيبه ما بيلعبش من زعلان. يعني في لعيبه ثانيه مثلا انا هرجع بقى غضبان وما لعبتنيش الماتش اللي فات ترجع، لا ايوه محمد مخلي اوضه اللبس حاجه جميله. حتى هم في النادي يعني بيقول لك عمرنا ما شفناه داخل زعلان، فدي حاجه يعني النادي ناس ما شاء الله يا كابتن، يعني حاجه كويسه وربنا يكرمه باذن الله ويكمل لغايه باذن الله مدرب هناك باذن الله لحد ما يبقى مدرب هناك في ارسنال برضه. طبعا مش كده؟ بنتمنى ده يبقى ساعتها، ده يبقى ساعتها رفع راسنا كلنا بصراحه. الله يسلمك. اه والله تخيل كده انه يجي يوم في وقت من الاوقات باذن الله سبحانه وتعالى يدينا جميعا العمر ونشوف محمد هو المدير الفني بتاع ارسنال. يا رب يا والله. رب باذن الله باذن الله. شوف انا ما احضرش ماتشات كوره كتير، بس ساعتها هروح احضر له مخصوص اشوفه كده وهو واقف وقاعد عمال بقى ايه بيشكل على اللعيبه. تحت امرك تحت امرك. ربنا يخليه، وقلنا نقول لكم مبروك وباذن الله ربنا يطمنا عليه ويحفظه ويحفظه. الله يكرمك. ربنا يخليك. الف 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 شكر. ربنا يخليك يا استاذ ناصر، كل الشكر ليك، كل الشكر لاستاذ ناصر النني والد لاعبنا المحترف بارسنال والمحترم محمد النني. خلونا هنروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل هنكمل الكلام، وعندنا شويه كلام برضو متعلق بالرياضه جوه الجامعه ودي حاجه حلوه، بس في الفاصل بقى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. انت عارف انه المدرسه والجامعه دول بالمناسبه يعني عشان تبقى فاهم هم من اهم الاماكن ومن اهم المراحل في حياتنا وفي اعمارنا اللي تقدر تمارس فيها هوايات ما بين النشاط الفني او النشاط الرياضي. وبره بالمناسبه دايما يهتموا بالموضوع ده، يعني صعب قوي ان لم يكن من الاستحاله وبالمناسبه احيانا يصل الى الالزام في بعض الجامعات ان يكون لك نشاط. يعني انت مش هتتخرج غير لما يكون في عندك مريت بعدد ساعات معينة من الانشطة سواء اذا كانت فنية او رياضية. وطبعا برا اللي بيلعب رياضة ده بياخد كم منح غير طبيعية، ودايما كنا نقعد ننادي يا جماعة لازم ترجعوا الرياضة في المدرسة بقوة، ولازم تخلوا في رياضة في الجامعة والفرق بتاعت الجامعة وما الى ذلك. فعجبني قوي 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 لما الاقي انه كلية التجارة في القاهرة بتشجع الطلبة بتوعها على ان هم يلعبوا رياضة. طب تشجعهم ازاي؟ عميد الكلية بشخصه ونفسه وصفته وذاته، وده شيء بالنسبة لي حلو حلو ومقدر، يشجع الطلبة بتوعه ان هم يلعبوا كرة زيمة، واخد بالك عشان انت ايوه شكرا زيمة، يشجع الطلبة بتوعه ان هم يلعبوا كرة قدم فنزل هو لعب معاهم كرة علشان يشجعهم. دكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، اهلا بيك يا دكتور.
اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. قلنا يا دكتور على موضوع تشجيع الطلبه على لعب الرياضه وتحديدا كره القدم، وحضرتك بنفسك نزلت لعبت معاهم شويه. والله يا استاذ يوسف، انت حضرتك اشرت، كنت في برنامجك من شويه بتتكلم على التطرف وعلى الناس اللي واخده اتجاه سلبي. صح. انا الحمد لله استلمت العماده في 21 نوفمبر سنه 20. جميل. خدت عهد على نفسي ان انا اكون عميد الطلبه، وانا قبل ما اكون عميد انا استاذ موارد بشريه. رائع. فاحنا عندنا 60% من الشعب المصري تقريبا تحت سن 34 سنه. المجتمع المصري مجتمع شاب بطبيعته، وبالتالي لا يعني التواصل مع الشباب ده بالنسبه لي يعني يومي رياضه. انا يمكن مش بس في الكوره، وطبعا انا كنت لعيب كوره زمان، فلما بمر على الطلبه بنختم الموسم الدراسي فعاملين بقى مش كوره بس، كل الالعاب، جواله، كان بيلعبوا ريست، بيلعبوا شطرنج، بيلعبوا الشعر. عندي ولاد رسامين واخد مركز اول مسرح على مصر والتاني مره في السنه دي. حلو قوي. احنا بنشجع كل حاجه، حتى التدريب عاملينه للطلبه مجانا. كان انا عندي اكبر برنامج بيدرب الطلبه على مهارات الالتحاق بالجهاز المصرفي، بجيب كل قيادات البنوك بتدرب الطلبه. رائع. بدربهم على الجرافيكس، بدربهم كمان معاليك على الكمبيوتر وعلى المحاسبه الالكترونيه. احنا بنعمل كل ما يرضي ربنا للطلبه بتاعتنا، ولازم ابقى قريب من الطالب حتى في طريقه لبسي وفي طريقه كلامي، وانا ماشي اسمع البنت تكلمني على الحق دور النهايه يا دكتور اروح مغيره، عندنا مشكلة مع الدكتور السلام يجيبه ويتواصل مع الطلبة. لدرجة الناس بقى بتقول ده عميد للطلبة، فهذا اللقب أنا بحبه جدا. طبعا يعني. طبعا. يعني حضرتك تعاملت مع الطلبة خلال السنتين وربنا يا رب يديمها معاهم باعتبار مش بس العميد، ده كمان الخبير الأستاذ المتخصص في المورد البشري، انك تعاملت مع عقليات الطلبه وبتنميهم سواء اذا كان على المستوى الرياضي الاكاديمي، المهارات والادوات اللي لازم يبقوا متسلحين بيها وهم بعد كده بيواجهوا حياتهم العمليه بعد التخرج. انا بقول لحضرتك يا استاذ يوسف، رهان مصر دلوقتي يجب ان يكون على الشباب، وهنلاحظ برضه فلسفه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو مستمع جيد للشباب ولا يكاد يمر عام الا ويستمع استماعا جيدا للشباب. صحيح. حتى لما دعا للحوار الوطني دعا ليه في الاكاديميه الوطنيه للتدريب اللي تقريبا اغلب الناس الصناع فيها والمدربين والمهتمين بها شباب. مظبوط. احنا في الجامعه لازم نشوف الطالب دوت، انا ازاي اخليه يروح لسوق العمل بسهوله؟ ازاي اخليه انسان سوي؟ انا عندي جامعات خلي بال حضرتك وهو يجب ان يلتفت اليها السياسيين والمقائمين على رسم السياسه التعليميه في مصر. احنا يمكن من الثمانينات والجامعات المصريه، واكيد حضرتك كنت طالب في الجامعه وتعلم، مليئه بتيار ملوث ويغلب عليه نشر الاحباط. حتى للاسف في بعض الناس يمكن يكونوا اساتذه في الجامعات، بتبص تلاقيه انا ببقى قاعد في مكتبه الاقي فيه بنت طالبه او جاي يقول لي يا دكتور في والله عندنا محاضر، يقعد يقول لنا حاجات بحس ان احبطني. فاحنا بنحاول، الطلبه جميله جدا وحلوه، احنا بنسميه الواي جنريشن، يعني جيل التكنولوجيا. جيل واعي جدا وجيل مثقف جدا وبيحس بيك جدا. يعني انا بلعب كده بالصدفه، انا كنت بمر، احنا بنعمل عندنا مبنى جديد، مبنى التراث بتاع الكليه بتاعتنا تأسس سنه 36، وانا بجدده كده فبلف حوالين المبنى، فعندي مدير الشؤون الاداريه قال يا دكتور تعالى بقى نلف ونشوف الطلبه ونشارك معاه، فبقيت اقف مع كل طالب شويه، لقيت نفسي بلعب في وسطهم كده، وانا كنت بحب الكوره جدا واشجع الكوره، فحسيت ان احنا لازم على طول ابقى مع الطلبه. ببدا يومي 7 الصبح اول حاجه بعملها المرور على المحاضرات واطمن ان كل الطلبه كل احتياجاتها متوفره. هايل. ومرينا بكليه التجاره في فتره كورونا دون اصابه طالب واحد، وانا عندي 54,000 طالب بيمتحن داخل كليه التجاره جامعه القاهره. بفضل الله تعالى. الحمد لله الحمد لله. كنت بتشجع نادي ايه يا دكتور؟ انا اهلاوي بقى بس محدش يزعل مني. يا بختك. بس مصر قبل كل شيء يعني. يا بختك يا دكتور جميل، اصل انا زملكاوي يعني الحمد لا احنا لله. كلنا بنحب مصر سواء اهلي او زمالك. كلها رياضه كلها رياضه كلها رياضه. اهم حاجه نوصل بالمنتخب لفريق قوي يمثل مصر، ومصر الحمد لله والله مصر بلد جميله جدا. انا واخد دكتوراه من بريطانيا، ولو عايز تقول لي ويعني لا مصر بلد جميله جدا، بس احنا
نتمسك بالامل، وزي ما قلنا لازم نلتحم الشعب بالقياده. الكلمه اللي دايما الرئيس السيسي يقولها الوعي، احنا بنشتغل على الوعي. صح. الوعي الحقيقي المستند للمعلومات والبيانات ده مهم جدا طبعاً. جدا طبعا. وحضرتك كنت بتتكلم على الرئيس استفاد ايه من المشاريع، رئيس السيسي عمل مشروعات تعدي 5 تريليون، يعني 5000 مليار. مفيش مجال من مجالات الحياه لو اشتغل عليه. واحنا طبعا اولادنا دول بنقول لهم احنا بنامن لكم مستقبلكم. ومع الطلبه الحمد لله مفيش طالب بيخش مكتبي او بقابله في الطريق او بشوفه عايز حاجه الا وانا عامل جروب على الواتساب حاطط فيه الممثلين بتاع كل الفرق. والله لو واحد تعثر في اي حاجه بيلاقيني قدامه وحضرتك تسال الطلبه. والحمد لله دي وظيفتي، انا فخور ان انا اكون خادم لبلدي. واحنا فخورين يا فندم ان عندنا دكتور جمال شحاته يدير الكليه بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب وبالروح دي. حقيقه دكتور مبسوط جدا ان احنا اتكلمنا، واكيد هيبقى لنا مكالمات كتير او لقاءات اكتر باذن الله. كل الشكر ليك يا دكتور. دكتور جمال شحاته عميد كليه التجاره جامعه القاهره. واليكم الفاصل. تم اعتماد العديد من الأنشطة الشبابية والأنشطة الرياضية يعني على المجال الشبابي. هناك العديد من المبادرات اللي بتخص يعني شبابنا في تنسيقها وتنظيمها في أوطاننا العربية، وأيضا اعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للشباب العربي ما تم انتهاء منه 19-2022 و 2022-2025. تم التوصية بعمل يعني مجموعة عمل لدراسة وضع هذه الاستراتيجية بشكل مفصل من خلال يعني اللجان المختلفة. الحقيقة كان هناك روح من الود والعمل الجاد من معالي أصحاب السمو والمعالي الوزراء في الحقيقة لاتفاق موحد. أكيد يعني كمان في المجال الرياضي اتحاد اللجان العربية وعرض أعمالها ومؤازرة طبعا المكتب التنفيذي لأعمال يعني الاتحاد الرياضي والمشروعات الرياضية المقدمة المختلفة من التوصيات اللي موجودة في الحقيقة. كمان عمل لجنة لدراسة يعني تعديل ومراجعة كافة اللوائح المالية والفنية اللي بتحكم عمل الصندوق، وزيادة دعم هذا العمل ما بين العمل العربي المشترك. ودي كانت أهم البنود. غدا إن شاء الله الاجتماع الوزاري الأكبر، والحمد لله أكبر عدد من الوزراء موجودين في هذا الاجتماع بنشاط كبير جدا. كمان هيصاحب هذا الموضوع اجتماع انتخابات المكتب التنفيذي ويعني اللجان المختلفة، هيكون في انتخاب غدا إن شاء الله في الجلسة الوزارية. عقدنا قبل 3 أيام اجتماع للجنة الشبابية حيث أقرينا مجموعة من مشاريع الشبابية، رفعنا توصياتنا اليوم إلى المكتب التنفيذي وسيصار إلى رفعها إلى مجلس وزراء الشباب العرب. عدنا إلى الأنشطة الوجاهية، عدنا إلى أنشطة تحاكي ما يحتاجه الشباب بناء على اجتماعات عقدت مع الشباب ولقاءات عقدت مع الشباب العربي خلال العام الماضي. هذه المقترحات قمنا بتقديمها اليوم، وتم التوصية بقبول جميع المقترحات التي قدمت من قبل اللجنة الشبابية. دولة الإمارات اليوم جهودها ومشاريعها ممتدة على مستوى المنطقة. لدينا مركز الشباب العربي ولدينا العديد من المشاريع اليوم اللي اعددنا من خلالها جيل من القيادات الشابة في كل القطاعات. لدينا قيادات شابة في الإعلام، لدينا قيادات شابة في التقنية، لدينا قيادات شابة في التغير المناخي، ولدينا قيادات شابة في مجال الأدب والعلوم المختلفة. أهلا وسهلا بكم معنا مرة تانية.
بص انا طبعا الحقيقه يعني انا احب السينما جدا كمتفرج، يعني احب اتفرج جدا على السينما، ومفيش اي حد على الاطلاق ينكر انه مهرجان كان واحد من اهم المهرجانات السينمائيه اللي موجوده في العالم يعني، وفي رايي المتواضع هو اهمها على الاطلاق. انا اشوف كان دايما اهم من اوسكار بمراحل، يعني بمراحل. السنة دي كان بيحتفل باليوبيل الماسي للتأسيس. خلونا بقى ناخد معنا على التليفون كاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي، يعني رجل مصر في مهرجان كان. ازاي حضرتك يا أستاذ طارق؟ الله يخليك، أهلا أستاذ يوسف. عامل إيه؟ كله تمام؟ وحشني قد الدنيا. وكل سنة طيب باليوبيل الماسي بتاع المهرجان. أه والله. هترجع إمتى يا أستاذ طارق؟ أنا هرجع فجر الاثنين باذن المهرجان الله. يخلص يخلص السبت علشان لازم نتعشى سوا. انا الجوائز لازم نتعشى سوا. ارجوك. بقى انا حوالي 5 سنين بنتكلم على الحكايه. ايوه 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 العشوة عندي المؤجلة. امل برضه يتحقق. عندي امل فيك على راي فيروز. قول لي يا استاذ طارق، يعني مهرجان المهرجان كان السنه دي بالتاكيد ليه جو مختلف، طابع مختلف، حاله مختلفه. وكمان هسال على هل الافلام السنه دي ايضا فيها اختلافات عن الدورات السابقة؟ هو الاختلاف الحقيقة ان المهرجان رجع ينطبق عليه مواصفات المهرجان. ايه مواصفات المهرجانات؟ يعني هو الزحام اقبال الناس طبعا، الصراع من اجل تذكرة، يعني الناس تقف امام شباك التذاكر تتزاحم عشان ترى النجوم، كل ده في اخر عامين لأسباب طبعا معروفة كنا مش شايفينه ومش موجود. عاد بقوة هذا العام، كنت دايما تلاقي ابن الأمن بالذات الأمن الفرنسي صارم قوي أكتر. حتى لما أكون في برلين الأمن الفرنسي أشد صراوة من الأمن الألماني. الألماني موجود بقوة عشان خاطر ينظم المرور ولما يلاقي فيه تزاحم يبتدي يقلل التزاحم في حتة معانا على النجوم وحاجات كده يعني. فعادة الحياة المهرجانية مرة أخرى، أفلام، حضور طبعا. وأنا متابع مهرجان كان 30 سنة مصر كتواجد للنجوم كان دايما بتجد حالة من الزحام لنجوم مصر، عدد ضخم جدا وكانت بالعدوى. يعني نادرا لما كنت تجد أن فنانة أو فنان أو نجم في القاهرة وقت إقامة المهرجان، وكانت كتير من الفضائيات بتبقى موجودة. طبعا ده اختفى في السنوات الاخيره لسبب انه اقتربوا من شهر رمضان. انت عارف يعني المهرجان بيعقد دايما في شهر مايو. ايوه. فشهر مايو كان اراوند كده رمضان، يعني كان هو حاله رمضانيه، فبطل صح. النجوم يعني توقف النجوم المصريين على الذهاب، وبالتالي الفضائيات كانت بتحب تروح الفضائيات عشان تصور النجوم. مزبوط. وتعمل برامج. مظبوط. ده تضاءل، بس اتصور انه في السنوات القادمة سيعود مرة أخرى. بس أنا كنت أفتكر أنه السنة دي كان ممكن يبقى فيه تواجد للنجوم المصريين والعرب وما إلى ذلك هناك، لأنه خلاص هيبقى عدى تقريبا أكتر من شهر ونص على رمضان، ففي مساحة إلى أن هم يروحوا. إلا لو كانوا قلقانين من الحرب بقى ولا إيه؟ لا لا، هي المسألة لها علاقة بالعدوى. إيه العدوى؟ الفنانين من متابعيك اليوم والنجوم بالذات بيروحوا دايما بقانون العدوى. يعني اذا راحت فلانه فعلانه بتروح وبعدين علانه بتخلي ترتانه تروح برضه. ايوه. فهو يعني ايه تضاءل بوجود الفنانين. زمان كانوا بيعتقدوا انك عشان تبقى نجم لازم تحضر كام. لازم تحضر كام. في طبعا لا انكر ان في بعضهم كان بيحضر وبيشوف افلام واخدها بجد قوي. زي محمود عبد العزيز طبعا، زي لبلبه، زي ليلى علوي، زي يسرى، محمود حميده، دول كنا نلاقيهم في كل الافلام. بس لكن مثلا بتلاقي في نجوم تانيين بيجوا عشان يتصوروا على الريد كاربت. فكان في احساس كده انه المهرجان بنتواجد فيه لانه طقس مطلوب، وانه أيوه. وكانه اثبات للنجوميه. طيب ماذا عن الافلام اللي مشاركه؟ بص طبعا احنا لسه لنا حوالي 4 ايام او حاجه. لكن لا شك انه السينما الايرانيه قويه، فيلم اسمه العنكبوت المقدس، في فيلم انا بتصور انه احتمال كبير ياخد جايزه، بولندي، هو عن حمار بيحكي
رؤيه حمار بينتقل من مكان لمكان، كان في السيرك وبعد كده استغنى عنه فبيعيش الحياه. فانت يعني ايه بين نارين، وهو نفس الحمار بين نارين. هل لما بيكون في سيرك ومتضبط الحاجه وبيجي له الاكل وبيعمل استعراض ده احسن، ولا انه يعيش في الحياه وينطلق؟ فهو عمله في نوع من السينما اسمه سينما الطريق، رود موفي. طبعا دايما بيبقى واحد بينتقل من مكان لمكان لمكان، شفناها كتير في السينما المصريه والسينما العالميه، وتبتدي تطرح من خلالها قضايا. المره دي بقى، المره دي مش الحمار بقى، وكانه بعيون الحمار بنرى الدنيا. فانا عجبني الفكره، واعتقد انه الفيلم ده مش بعيد ياخد جايزه، لانه عنده حاله كده. الفكره دي صححني برضو، يعني انا لما ارجع بذاكرتي لو صح تعبير بقى ما بين قوسين، سينما اوروبا الشرقيه زمان او سينما اوروبا الاشتراكيه او الشيوعيه زمان، كان فيها النوع ده كتير من الافلام اللي بيتم انتاجها، اللي هي مش متعلقه بانه بطل الحدوته بشري، بطل الحدوته قد يكون حيوان ما، قد يكون شيء ما، وإن كان جماد يتحرك من مكان لمكان، من غرفة إلى غرفة داخل المنزل. ده كان موجود في 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 في, في سينما أوروبا الشرقية زمان. بس أنا الحقيقة الفيلم كوميدي وساخر، وتتعاطف مع حالة الحمار نفسه وصراعه، إنه هو بقى مسؤول عن نفسه دلوقتي، هو اللي يجيب الأكل، هو يعني تغيرت المسؤولية من جهة بتحميه وبترعاه، لكن بتستغله وبيضطر يعمل مثلا بعض حاجات فيها نار فيها مجازفة، إلى حمار حر طليق. طبعا هو بيرمي وبيضع يعني دايما كده تفاصيل للدنيا كلها. عندك برضو العنكبوت المقدس، هو باتمان الإيراني، ولكن باتمان الإيراني ده كان، ودي واقعة حقيقية، قتل 16 بروستيتيوت. هو قناعته ان انا بطهر المجتمع منهم. عنده قناعه انه بيعمل عمل عظيم. وهو تطهير المجتمع. وفضل قتل 16 واحده برغم كل يعني يترجون انه بلاش، ما فيش فايده. قتل 16. جت في ال 17 بقى، هي صحفيه وهي الاوقاعه دي، المهم مش كده. المهم ان المجتمع نفسه منقسم ما بين انه ده بطل، انه في النهايه خلص المجتمع من بروستيتيوت، او هو مدان لانه قاتل في نهايه الامر قاتل. فدي برضو كان سؤال مطروح بقوه. المخرج اسمه علي عباسي. طبعا الفيلم بيحطم التقاليد للسينما الايرانيه المتعارف عليها اللي احنا عارفينها. يعني انت عارف ما فيش قبلات، ما فيش عنف، ما فيش دماء، عندهم هما قواعد. ده متصور خارج ايران، وبالتالي في جنس وفي دماء وفي عنف. انا كنت لسه اقول لحضرتك في النهايه علي عباسي محسوب على السينما الايرانيه من الخارج مش من الداخل. ايوه صح. بس في من الداخل. النهارده لسه شايف من حوالي ساعتين فيلم اسمه ليلى واخواتها. ده داخل ايران بقى، يعني يعني الدوله طالع من الدوله الايرانيه. اتفرجت عليه وفيلم برضو حلو. وفيلم طبعا بيطرح قضايا اجتماعية بجرأة. والسينما الإيرانية أنا بعتبرها فاكهة المهرجانات. ليه؟ يعني قدرت تعمل ده. يعني لما يكون مهرجان كان فيلمين في المسابقة الرسمية من إيران من دولة واحدة، يعني ده يعني يعتبر إنجاز. ليه بتعتبرها فاكهة المهرجانات؟ دايما الفيلم الإيراني يدعوك للتأمل بعد نهاية عرضه. يعني يعني يبتدي عرض الفيلم مع تتر نهاية، عكس كل الأفلام اللي هي تنتهي الفيلم، تنتهي أنت تنتهي من الفيلم بعد كلمة النهاية. أفلام الإيرانية تبدأ عرضها في داخلك بعد النهاية، تبتدي تتأمل الأفكار اللي في هذا العمل الفني. فده يعني ميزة صار السينما الإيرانية دي بتقدم من داخل دولة إيران، من الداخل أو من الخارج. من الخارج أو من خلال سينما متميزة جدا، مفيش خلاف. جدا جدا جدا. وقدمت يعني أكثر من مخرج، حصل على السعفة وعلى دب برلين وعلى أسد فينيسيا وعلى الأوسكار، زي أصغر فرهدي خد مرتين الأوسكار أفضل فيلم أجنبي، وهو السنة العام ده مشارك في لجنة التحكيم.
صحيح. ايه تاني من الافلام لفت نظرك يا استاذ طارق؟ في زمن هارمجدون، ده فيلم امريكي بيحكي عن الثمانينيات، المرحله اللي كان فيها ريغان هو رئيس الجمهوريه، كويس، وبيتكلم برضو عن جزء مهم قوي، الاضطهاد اللوني او العنصري، هل هو مجرد قرار بيتم التخلص منه؟ يعني خلاص، يعني المساواه عباره عن قرار او دستور بيحتم المساواه، ام هو اعتقاد راسخ في ضمير الناس؟ اذا الاعتقاد ده انت مش قادر تؤمن بيه، هيظل قانون او دستور لكن لا يمارس. وده صح 100%. بيعود للثمانينيات وبيقدم المعنى ده، ان ممكن كان في تواطؤ ضد صبي اسود لصالح الصبي الابيض، برغم ان الابيض صديقه وحاول ينقذه وقال انا اللي عملت الجريمه او اشتركت فيها مش هو بس، ورغم ذلك ادين الصبي الاسود لانه الاجهزه كلها عندها هذا التوجه اللي هو الاضطهاد ضد الاضطهاد العنصري ضد اللون. فده برضو من الافلام اللي هي ممكن نجدها تاخد سعفه في نهايه الامر. مهم، لان هو فعلا هو بيناقش مساله الثقافه بتاعه المجتمع هتتغير بالقرار ولا لا، يعني من وقت الغاء الرق في والعبوديه في الولايات المتحده الامريكيه من ايام ابرام لينكولن ولحد اللحظه دي لازال هناك عنصرية، ومش بشكل فردي، يعني في 5 ولايات لديها مقاطعات معروفة بحد ذاتها وتوجه ليهم انتقادات شديدة شديدة حتى في دوائر المحاكم داخلها، انه القضاة هناك يضطهدون الأفارقة الأمريكان لصالح العرق الأبيض لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. ده صحيح، وده الحقيقة برضو الفيلم حط تحته اكتر من خط. عندك كمان هو روسي منشق، كويس، وعامل فيلم. المشكله انه الفيلم حلو، بس هل لو خد جايزه؟ انت عارف روسيا ممنوع انها تشارك في المهرجان، يعني ده قرار انه فيش ولا فيلم يمثل روسيا، وده كانت غريبه، لان انا افهم انه مثلا يمنعوا الافلام اللي هي بتناصر بوتين، اوكي، لكن انك تعمل حجر على صناعه سينما ده غريب. ايه لكن الفيلم نفسه انه يبقى دوله لا تشارك، هي دي غريبه، واذا شاركت يبقى المخرج منشق. فدي من ضمن يعني الافكار اللي هي انا بحس انها الباب ده اذا اتفتح لن تستطيع اغلاقه. اصل مش بس مهرجان كان، انت هتلاقي مليون تظاهره قادمه، سواء سينمائيه او غنائيه او مسرحيه او ثقافيه، وتقول لك لا مش هنعمل مثلا معرض للكتاب الروسي. طب ازاي يعني هتلاقي الامور كلها بتتداعى في جزء مفروض انه ما بقاش فيه. هي بتبقى بالمزاج برضه يا استاذ طارق، يعني انا مش هتكلم على مساله انت ازاي تحرم القارئ مثلا من الادب الروسي وهو واحد من اعظم المدارس الادبيه في التاريخ، يعني لكن هي بالمزاج، يعني لو ارادوا لمنعوا افلام وكتب وموسيقى ومش عارف ايه من دول بتمارس ابرتايد كل يوم عيني عينك، بس ما بيعملوش كده. ده هي بالمزاج. يعني المانيا في فتره بعد طبعا ما تخلصوا من النازي كانوا وعرفوا انه هتلر كان بيحب موسيقى فاجنر. كان يحب فاجنر جدا. هم اعتقدوا انه سر العدوانيه في فاجنر، فمنعوا موسيقى فتره، وبعد كده خلاص. يعني عايز اقول تنبهوا الى انه لا، يعني ما هو مش لانه بيسمع فاجنر بقى عدواني وبقى دموي وبقى متعصب، لا. فعايز اقول رد الفعل السريع ده له في العالم منذ الاربعينيات بعض تفاصيل اخرى، بس كانت الدول كمان لديها قدره انها تدرك ان ده قرار لحظي وهيموت وما يقدرش يستمر، ممكن ده ما يستمرش. يعني ما اعتقدش ان ممكن قرار زي كده يتم تعميمه في كل المهرجانات، في كل الاجتماعات، في كل يعني حاجه ثقافيه، حاجه غنائيه. يعني مستحيل انك تعيش بدون ادب وفن وثقافه روسيه، زي ما قدرش
تعيش بدون ادب وثقافه بريطانيه ومصريه وهكذا يعني واسبانيه. يعني الثقافات دي ده الدنيا كلها. صحيح. طب مفيش مبدع بيدي البلد لوطن، لا المبدعين الكبار بيدوا للعالم كله، فازاي تحرمني انا كمواطن من ادب او فن لمجرد انت مختلف سياسيا؟ دي برضو غريبه، شيء غريب جدا وشيء مؤسف الحقيقه اكتر منه غريب طبعا. شيء بس مؤسف. مش هيعيش. بص ما بني على باطل فهو باطل. المفروض انه ما يعيش يعني. كويس انهم ما خدوش بالهم زمان انه هتلر كان هوايته الرسم والفنون التشكيليه وكان جامع لوحات شهير يعني، فيقول لك انه منعوا الفن التشكيلي. لا لا ده بيقول لك هو سر كمان يعني الحاله اللي عملها والقتل والدمار انه كان فنان فاشل. يعني برضه بيفسروا كان فنان تشكيلي فاشل فقرر انه ينتقم. فينتقم من كل شيء جيد في العالم يعني، فلنقتل الجمال يعني. انا بشكرك جدا 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 كاتبنا وناقدنا الفني الكبير استاذ طارق الشناوي. عايزين قبل الفاصل فعلا مش هزار، شوف يا جماعه لازم نبقى متفقين على حاجه، احيانا كثيره او بطبيعه الاحوال مش هقول لك حتى احيانا، السياسه تلقي بظلالها على الفن. بس امتى السياسه بتلقي بظلها على الفن؟ تلقي بظلها على الفن عندما يتحدث سياسه، يعني تلاقي سينما فيها سياسه، موسيقى وارد ان يبقى فيها سياسه في الروح بتاعتها، مخيله وابداع المؤلف الموسيقي يكتب هذه السيمفونيه، هذه المقطوعه، الكونشيرتو ده، السوناتا دي، هو في مخيلته شيء ما ويطلق عليها لفظ ما سياسيا او يسميها اسم سياسي، هو حر بالمناسبه. طيب كذا الحال تلقي بظلالها على الفنون التشكيليه بانواعها واشكالها المختلفه. لكن ان تلقي السياسه بظلها عن طريق فرض أمور أو حظر أمور على مهرجان سينما، احنا كده بنحرم الإنسانية من الفن، وده مش صح يعني. طبعا بالتأكيد ما أظنش أنه جماعة بتوع كان هيلتفتوا للواحد زي حالتي متواضع جدا يقوله، بس ما أحبش أن أنا أشوف مهرجانات بهذه الأهمية، وأنا لازلت مصر على أنه مهرجان كان واحد من أهم المهرجانات السينمائية على سطح الكرة الأرضية على الإطلاق. لكن ما ينفعش مسألة أو إن احنا نبقى كبعض الدول تاخد قرار بإنه احنا هنحظر الكتاب الروسي من المعارض، يعني إيه؟ طب وإذا كان الأمر كذلك، خد بالك أنا ضد الفكرة دي أصلا من حيث المبدأ، لكن إذا كان الأمر كذلك طب ما تروحوا بقى تمنعوا مشاركة دول في معارض كتب وفي مهرجانات سينمائية بل وفي مسابقات رياضية، علشان كل يوم بيذبحوا وبيقتلوا رجاله وستات واطفال. ما يعني هو الضمير على الدرجات دي عنده حاله من حالات الانقسام والفصام؟ ده تردي في ضمير الانسانيه. على كل تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا لعيبه دوليين في كل حته يعني، ولا مش عارفين؟ طب انا اقول لك، يعني انت تعرف مثلا احنا عندنا لعيبه ولاعبات دوليات على بتوع هاندبول كره يد؟ طيب مروه عيد عبد الملك فازت بلقب هداف الدوري الفرنسي لكره اليد ومرشحه لجائزه افضل لاعبه في الموسم. معانا على التليفون مروه عيد عبد الملك. ازيك يا مروه؟ الحمد لله. ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ وليا شرف ان انا متواجده معاك يعني، وشكرا جزيلا. لا ده احنا اللي متشرفين جدا وسعده جدا، والف الف مليون مبروك، ويا رب تاخدي جايزه احسن لاعبه. يا رب يا رب. الحمد لله رب العالمين، كده انا عملت موسم كبير السنه دي وربنا كرمني، خدت هداف الدوري كمان، 143 هدف في 22 مباراه من افضل 22 مباراه، فالحمد لله رب العالمين يعني. وبعدين خدت احسن لاعيبه في شهر ابريل في الدوري الفرنسي، ودلوقتي ترى مرشحه ان انا اكون احسن لاعيبه في الدوري الفرنسي بالتصويت ان شاء الله. ف يعني خير يعني، ان شاء الله خير والله يعني، الحمد لله. بقالك قد ايه قاعده في نيس يا مروه؟
انا بقالي سنين من 2015، بس انا اصلا محترفه من 2010، بقالي 12 سنه. ما شاء الله. اول بنت مصريه تحترف. ما شاء الله. بقالي 12 سنه في فرنسا، وكمان ماضيه عقد 3 سنين كمان، وانا كابتن فريق في نيس، فيعني الحمد لله مسيره طويله كده بقالها كتير، بس اتمنى انها تكمل للاخر على خير يا رب ان شاء الله. طيب باذن الله. انت كنت بدات احترافك فين الاول؟ انا بدات احترافي في نادي درجه ثالثه في في لاروشيل، وبعدين طلعت صعدت بيهم لدرجه ثانيه، وبعدين نادي نيس شافني خدت هداف الدوري برضه في درجه ثانيه سنتين ورا بعض، 245 هدف في الموسم الاولاني ليا في الدرجه الثانيه، والموسم الثاني 195، والحمد لله فنيس قرر ان هو ياخدني فاشتروني في 2015، ومن 2015 لحد دلوقتي انا موجوده في نيس، ومن 2016 بقيت كابتن فريق، والحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله يعني مشوار طويل مع نيس بقالي حوالي 7 سنين اهو، ومضيت كمان 3 سنين، فاولموست يبقوا 10 سنين المفروض باذن الله. يعني يا رب. يعني مش ناويه تغيري بعيدا عن نيس؟ انت خلاص مضيتي 3 سنين باذن ربنا سبحانه وتعالى، لكن هل في محطه اخرى حاطه عينك عليها؟ والله انا سايباها ماشيه كده صراحه، انا دايما بصلي استخاره قبل نهايه كل عقد، يعني انا عندي عروض من كذا حته وبتاع، لكن انا يعني انا بقالي 12 سنه في فرنسا لعبت في ناديين، انا ما بحبش اتحرك كتير، ما بحبش اغير، وانت عارف برضو انك تتعود على مكان الموضوع بياخد وقت، يعني انا كان في بدايه احترافي من 2010 تعبت شويه، فاهم، انت تتعود على عادات وتقاليد والدنيا طبعًا، وتعمل صحاب وتعمل مكان صعبه مش سهله طبعا، اوروبا عادات وتقاليد مختلفه كومبليتلي عن هنا، فلما صدقت الحمد لله ان انا لقيت نفسي هنا كابتن فريق واخده وضعي الحمد لله، كلمتي مسموعه، بلعب باخد حقي، ف يعني انا مش طماعه، انا عايزه بس ابقى كويسه في مكاني، الحمد لله ربنا كرمني السنه دي ان انا اكون هداف الدوري الفرنسي، حاجه كبيره قوي، بيلعب معايا ناس منتخب فرنسا ابطال الاولمبياد ابطال العالم، ومعايا بيلعبوا ناس من احسن لعبات العالم بس كانوا بيلعبوا في الدوري، يعني بكسب خبرات كتير الحمد لله رب العالمين، ليا اسمي في الدوري الفرنسي، ليا تقلي، فانا راضيه باللي انا فيه الحمد لله. الحمد لله. طب احنا كده عندنا مو صلاح في الكوره ومروه عيد عبد الملك في الهاندبول، يعني ما شاء الله الاثنين هدافين كبار في الدوري بتاعهم، الاثنين لعيبه دوليين، الاثنين ماليين الدنيا يعني بالفرحه والانتصار، وجايبين لنا السعاده بصراحه، ما احنا بنتنحك بصراحه في الحاجات دي يا مروه، احنا ما بنصدق نلاقي اللعيبه بتوعنا كده. طبعا 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 طبعا، اولا واخيرا احنا صوره لبلدنا، واديك شايف الحمد لله رب العالمين مصر بتتغير للاحسن بطريقه جميله، ونتمنى ان احنا نبقى عند حسن ظن مصر بينا، يعني بس الواحد بيفرح جدا لما بيتكتب في الجرايد عننا المصريه مروه عيد كذا، ولا عن صلاح طبعا، ولا عن النني، ولا عن وعلي زين يعني، صحيح وعلي زين طبعا، وسند ويحيى خالد ويحيى الدرع ان شاء الله برضه احترف في المجر، واخوه سيف احترف في فرنسا، جاي فرنسا السنه الجايه، في محمد علي بيلعب في فرنسا، ممدوح هاشم بيلعب في رومانيا، الحمد لله رب العالمين، يعني الدنيا بدات تفتح كتير قوي الحمد لله، واتمنى ان شاء الله الدنيا تفتح اكتر، لان المصريين يستحقوا ومصر تستحق انها تبقى فخوره دايما باولادها. بص يا مروه، انت دلوقتي كابتن نيس، احنا عايزين المره الجايه كابتن منتخب فرنسا. يا مسهل دعواتك. يا رب يا رب، انت وكل الولاد والبنات اللي بمفرحينا كده وبتلعبوا هناك، والله حاجه تفرح وتشرف، وحبينا نقول لك الف مبروك، ونتمنى لك بجد من قلبنا انك ان شاء الله هتاخدي الجايزه وهتبقي كابتن المنتخب. يا رب. قولي ان شاء الله يا رب، ربنا يخليك، قدها وقدود جدا وليا الشرف وبالتوفيق، ربنا يخليك. انت هتيجي مصر قريب امتى يا مروه بقى؟ ان شاء الله انا راجع مصر ان شاء الله على 10/6 كده بكتير باذن الله. معلش ما سمعتش امتى؟ 10/6 10/6 واحنا النهارده ان شاء الله 25، يعني قدامنا 15-16 يوم. هتقعدي قد ايه يا مروه في القاهره؟ قاعده لحد نص 7 ان شاء الله، قاعده شهر خار واسبوعين بس كده. انت ضيفتنا يا مروه، هتنورينا يا مروه. ليه الشرف يا فندم؟ لا بجد والله والله ليه الشرف. شوفي انا ما كنت انا عمري طبعا ما لعبت كره يد، لعبت كره ميه كويس قوي يعني، واعتقد اللعبتين قريبين جدا من بعض طبعا، فهنحتاج والله بجد هبقى سعيد ومبسوط جدا انه نستضيفك ونقعد نتكلم مش بس على كره اليد، على فكره ازاي الرياضي المصري يقدر يشق طريقه للنوادي العالميه الكبيره والمنتخبات الكبيره وما الى ذلك، وانت ليكي تجربه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كمان مره متميزه في ده. ربنا يخليك.
ربنا يعزك، ربنا يخليك يا رب. انا ليا شرف والله. لا ده احنا اللي نتشرف، ما تقوليش كده، حاجه تشرفني يعني. ادي نصيحه، ادي نصيحه للاعبات المصريات كلهم بشكل عام وبتوع الهاند بول بشكل خاص. والله اهم حاجه يبقى عندك حلم. انا كنت بحلم باليوم ده، انا كنت بحلم ان انا اصلا هداف الدوري الفرنسي. انا بداتها من القاعة زي ما بيقولوا، من دوري الدرجه الثالثه للثانيه. فخلي دايما عندك حلم، انت اجتهدي اعملي اللي عليك ده بكل الالعاب، سواء اولاد او بنات او كل حاجه. بالاخص طبعا انا يعني بوجه كلمتي للبنات بالذات او السيدات المصريات، لان انا واثقه ان هم هينجحوا في اي مكان، او المصري بصفه خاصه ينجح في اي مكان يتحط فيه. فان احنا قد المسؤوليه وبنقدر المسؤوليه وبنقدر النعمه اللي احنا فيها. فانت بس اهم حاجه يبقى عندك طموح وعندك حلم وتسعى، بس انت اسعى واعمل اللي عليك والباقي على ربنا. احلم، اسعى لحلمك، بس السر كله في الحلم. فاتمنى ان شاء الله رب العالمين ان احنا نخرج لعيبه واثنين وثلاثه وعشره يشرفوا مصر، لان زي ما قلت لحضرتك ان مصر تستحق. طبعا طبعا طبعا، ربنا يا رب يوفقك ويطلعك لاعلى مراتب الحلم بتاعك والاكتر منه. كل الشكر لمروة عيد عبد الملك لاعبه نيس الفرنسي، كابتن فريق نيس الفرنسي لكره اليد، حاجه الحقيقه تشرف وتفرح، ومرشحه لجائزه افضل لاعبه في الموسم باذن الله. عايز بعد اذن حضراتكم، في عندنا تقرير مهم عايز اتكلم عليكم او عايزين نشوفه مع بعض، بس عايز اقول لكم حاجه متعلقه بالفقره الرئيسيه بتاعتنا، الا وهي يوم افريقيا. لازم تبقى فاهم مصر بالنسبه لافريقيا ايه، وافريقيا بالنسبه لمصر ايه. مش بس مساله ان احنا جزء لا يتجزأ من هذه القاره، لا، المساله ابعد. مصر وافريقيا بطبيعه الحال حاجه واحده، مش بس قاره واحده، حلم واحد، مستقبل واحد، وماضي فعلا مشترك. لازم تقعد تفتكر حركات التحرر الإفريقي، وإزاي مصر كانت بتحلم لإفريقيا وتساعدها، وإزاي إفريقيا طبعا حلمت لمصر، ووقفوا مع بعض، الكل كان واحد. زمان كان تلاقي مثلا جمال عبد الناصر في مصر، تلاقي نكروما، تلاقي لومومبا، تلاقي مبيكي في جنوب افريقيا. بالمناسبه يعني جنوب افريقيا طبعا فيها الاسم الاشهر والابرز والاكبر جدا بالتاكيد نيلسون مانديلا، بس ما ينفعش تغفل في حركات التحرر في جنوب افريقيا وجمهوريات الجنوب الافريقي، اي المنطقه الجنوبيه في افريقيا. زي ما بتذكر دائما نيلسون مانديلا، عليك ان تذكر دائما مبيكي، عليك ان تذكر دائما دكتور ارشي. ودكتور أرشي بالمناسبة واحد من أهم قادة هذا التحرر الفكري بشكل عام، وأقام فترة لا بأس بها بجمهورية مصر العربية. نكروما على سبيل المثال، ابنه جمال نكروما الصحفي الشهير بمؤسسة الأهرام وفي الأهرام ويكلي بالتحديد. ده أنا بقولك الكلام ده ليه؟ بقولك الكلام ده علشان تشوف يعني إيه مصر وإفريقيا هم حالة التوأم الملتصق غير قابل للانفصال بأي حال من الأحوال، حتى وإن حولت كل القوى على سطح الكوكب لضرب إسفين. ما ينفعش، ما ينفعش. تعالوا نشوف تقرير على حاجة مهمة جدا، فعاليات الحدث الأبرز في قطاع المال والأعمال، BT 100. BT 100 اتعمل تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. النسخة الخامسة من BT 100 كرمت في احتفاليتها 100 شركة وشخصية هامة لعام 2021. طيب ليه تم تكريمهم؟ تم تكريمهم لأن هم ساهموا في تعزيز الاقتصاد المصري، لأن هم ساهموا في تنمية المجتمع بمختلف قطاعاته، وده المهم جدا. شوف التقرير هتفهم اكتر. اولا انا بشكر كل الناس اللي كانت وراء التنظيم بتاع BT 100 والجوائز اللي بتوزع فيه، اللي احنا متعودين نزوره كل سنه،
وبيبقى نتيجة شغل شركات وشخصيات محترمة قدرت بمجهودها وبشغلها خلال السنة توصل لأنها تاخد تكريم وجائزة في بي تي 100. طبعا النهارده فوزنا بجائزه اول مشغل متكامل في مصر. احنا في 2017 اول ما اطلقنا شعار او العلامه التجاريه وي شركه مصريه للاتصالات كنا اول مشغل متكامل في مصر يقدر يقدم كل خدمات الاتصالات. الجائزه النهارده هي تكليل او نتيجه مجهود كبير جدا لفريق عمل كبير جدا، منظومه كبيره جدا زي المصريه للاتصالات، قدرت في خلال الخمس سنين اللي فاتوا توصل لنتائج نفخر بيها كلنا كشركه وطنيه، ولسه دي كانت بدايه بس الانطلاق. انا سعيد جدا النهارده بالتكريم من بي تي 100. يمكن التكريم ده هو الثالث لشركه جي ال سي. التكريم الاولين كان احنا كاكبر حصه سوقيه للدهانات في السوق المصري. النهارده التكريم جاي بالنسبه لنا حدث خاص، لانه احنا التكريم حصل بالمناسبه بتاعت ان احنا قدمنا افضل ست كلر ترند بتاع 2022، اتعمل بطريقه جديده بالاشتراك مع ابرز خمس مهندسين في مصر، ولاقى نجاح كبير جدا على اثره تكرمنا من بي تي 100. النهارده فخورين وسعداء جدا بجائزه النهارده، هي تدويج لدور أسترازينيكا البارز في المجتمع المصري، التنميه المستدامه ودعم الاقتصاد المصري. طبعا الشركه بتحط مسؤوليه كبيره على التنميه المستدامه والمسؤوليه المجتمعيه. قمنا بكثير من الادوار في الفتره اللي فاتت، كانت منها طبعا توفير التطعيمات في اسرع وقت لمصر، وفي نفس الوقت الاجسام المضاده لبعض الفئات من البيشنتس، وات ذا سيم تايم لينا طبعا دور مهم جدا في الرعايه الصحيه، ومنها دعم المواطنين في مختلف الامراض زي امراض الصدر، امراض الاورام، والتعليم الطبي المستمر طبعا للاطباء. في نفس الوقت لينا دور مجتمعي مهم كمان في حمايه البيئه، ويمكن احنا مصنعنا في 6 اكتوبر هو جرين لاب سيرتيفيكيشن، وقمنا كمان بمختلف المشروعات بالتعاون مع مختلف الهيئات، منها برنامج صحه شباب مصر، وده كان بالتعاون مع 5 وزارات معنيه، والغرض منه ان احنا بنشتغل على السلوكيات للشباب والتوعيه بالتوعيه المختلفه، ان احنا نقدر يبقى عندنا شباب واعي بحمايه البيئه. الأفريقية في 25 من مايو من كل عام بيوم أفريقيا، وهو احتفال سنوي يمثل يوم الحرية الأفريقي في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والتي تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقي. وجاءت فكرة المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة في غانا في 15 من أبريل من عام 1958 بمشاركة مصر، حيث عرض المؤتمر التقدم الذي أحرزته حركة التحرير في القارة الأفريقية التي ترمز إلى تصميم شعب أفريقيا على التحرر من الهيمنة، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية لأفريقيا. وأسهمت القاهرة في تأسيس هيكل الاتحاد الأفريقي الذي جاء خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية من خلال تقديم الوفد المصري المشارك بقمة لومي في عام 2000، وهي القمة التأسيسية للاتحاد، طلباً لإدخال بعض التعديلات على مشروع الوثيقة، وهو ما أخذ به. وخلال السنوات الماضية سعى الاتحاد الأفريقي إلى تحقيق هذا الطموح بدرجات متفاوتة من النجاح على أسس ومبادئ خاصة بالنهضة الأفريقية وبروح الوحدة الأفريقية والهوية الثقافية والقيم المشتركة وأجندة التنمية المستدامة لعام 2063 للاتحاد الأفريقي. طيب النهاردة زي ما حضراتكم شفتوا كده في التقرير والتعليق الصوتي أو زي ما سمعتوا، يعني النهاردة يوم أفريقيا، وهو موضوع مهم جدا جدا جدا. مهم ليه؟ لأنه هتقدروا تفهموا أكتر من خلال ضيوفنا الأعزاء، خبيرنا الاقتصادي الكبير دكتور خالد الشافعي. أهلا بصراحة، الأخبار يا دكتور؟ أهلا بحضرتك والمشاهدين في كل مكان، ربنا يخليك منورنا. وكاتبنا الكبير أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام منورنا. الله يخليك. إزاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طيب يمكن أنا مش عارف أبدأ من فين ولا فين، يعني بين الزمالك والأهلي محتار والله. والله وكله أهلي. كله أهلي. أنا الزملكاوي الوحيد اللي في القعدة. حتى زملكاوي؟ تخيل. معقولة؟ ده يقول لك اللي عاوز ينقي عريس لبنته ينقيه زملكاوي لأنه صبور. وباله طويل. والله وعنده أمل. طيب هبدأ من اليمين.
دكتور خالد، أنا كنت بتكلم من شوية على أنه العلاقة ما بين مصر وإفريقيا هي علاقة التوأم الملتصق غير قابل للانفصال مهما اتضربت أسفين، وأنه عندنا علاقات سياسية طويلة جدا وعندنا مشاركات في حركات التحرر الإفريقي. كنت بقول كان عندنا جمال عبد الناصر وعندنا نكرومة وعندنا لومومبا ونيلسون مانديلا وميبيكي ودكتور، يعني شراكة حقيقية على كل المستويات. اليوم اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة ده كان هو اليوم بتاع تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. طيب لكن هيجي يتقال لي طب يا جماعة الكلام ده عدى عليه سنين، النهاردة مصر وإفريقيا فين من بعض؟ خلينا حتى ناخدها من الشق الاقتصادي. فين من بعض؟ لو شفنا التجمعات اللي تم احداثها خلال فتره وخصوصا تجمع الكوميسيا اللي قدر يعمل ارتباط وعلاقه تبادل تجاري بين مصر وبين دول شرق افريقيا، بين تجمع بين دول حوض النيل، تجمع بين الاتحاد الافريقي ورئاسه مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الافريقي في 2019 وما احدثه من ثورة هائلة في كل الوحدات وكل الأجهزة داخل الاتحاد الإفريقي، وكان كل الزعماء الأفارقة يرغبون في نقل التجربة المصرية داخل الأراضي الإفريقية بشكل عام، لأن احنا لو شفنا إفريقيا عدد سكانها 1.373 مليار نسمة، 17.5 من إجمالي عدد السكان في العالم. حجم الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 3% من إجمالي الناتج العالمي المحلي، حجم في حين أنها أرض المواد الخام وقوة بشرية هائلة. عندها قارة إفريقيا تاني قارة في قارات العالم من حيث عدد المساحة وعدد السكان. قارة إفريقيا لمدة 500 سنة كانت معرضة للنهب والسلب من قبل القوى العظمى. النهاردة احنا فين من ده اللي بيحصل في افريقيا ده؟ افريقيا النهاردة 30% من اجمالي المواد التعدينية او الثروة التعدينية موجود في افريقيا، 12% من اجمالي احتياطات البترول في افريقيا، 8% غاز المكتشف الى الان. انما ما زال في بحث واستكشاف على مزيد من حقول الغاز والبترول داخل إفريقيا. الذهب أكتر من 50%، الألماس أكتر من 43%، اليورانيوم 18% من إجمالي صادرات العالم. كل دي ثروات، 67% من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة على مستوى العالم موجودة في إفريقيا. يعني إفريقيا دي تبقى هي سلة غذاء العالم، وتبقى هي أكبر تجمع صناعي في العالم، وتبقى هي مصدر ثروات العالم، وبالرغم من ذلك مساهمتها لا تتعدى 4% من إجمال حجم الناتج العالمي. طيب هنا أروح لكاتبنا الكبير أستاذ جميل عفيفي، وحتى أنا كنت بتكلم يمكن في نص الحلقة كده فقلت بمناسبة نكرومة، هو زميلنا في الأهرام جمال نكرومة في الأهرام ويكلي ودي حاجة مهمة جدا يعني، وبالمناسبة هو اسمه جمال على اسم جمال عبد الناصر الله يرحمه يعني. على مسألة، ودي برضو حاجة أعتقد مهم جدا الالتفات فيها، احنا عندنا أفاق كبيرة للتعاون ما بين مصر وإفريقيا على الصعيد الاقتصادي على سبيل المثال، وبالتأكيد في مسألة الأصعدة السياسية، ويمكن كان دكتور خالد دلوقتي بيكلمنا على هذه المسألة، سواء إذا كانت التجمعات الاقتصادية المختلفة زي الكوميسيا أو حتى في إطار الشراكات المباشرة ما بين مصر واتفاقات ثنائية ما بين مصر وما بين العديد من الدول. لكن كمان أظن أنه على المستوى السياسي بل والصحفي يجب علينا توطيد المزيد من العلاقات. هل إحنا والمؤسسات الصحفية والمؤسسات النشر الإفريقية عندنا أواصر حقيقية قوية ولا لا؟ هو في البداية طبعا بالنسبة للتعاون الصحفي مع الدول الأفريقية بيتعمل كل سنة دورات للصحفيين الأفارقة وبيجوا هنا في مصر من فترة، وبيبتدوا يتعرفوا على الصحافة المصرية وبيتدربوا، بعضهم بيتدربوا في الصحف القومية أو الصحف الخاصة، يعني لأيام هي الدورة حوالي شهر تقريبا، لكن كل سنة بيبقى فيه علاقات تعاون بين الصحفيين الأفارقة والصحفيين المصريين أو الصحافة المصرية.
لكن احنا في الوقت الحالي مع التطور الكبير في العلاقة بين افريقيا ومصر وخاصة من سنة 2014 منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه وضع استراتيجية مهمة جدا. استراتيجيته انه يعني احنا قعدنا سنوات طويلة بعدنا عن افريقيا للأسف. بعدنا عن افريقيا، فقدرت قوة اقليمية وقوة دولية وخلافه انها تتغلغل داخل الاراضي الافريقية وتقدم لهم خدماتهم وتقدم لهم، رغم ان مصر زي ما قال الدكتور في البداية كانت هي الاساس يعني من وقت جمال عبد الناصر ومن بعدها كانت هي الاساس. بعدنا عنها، وحتى هي كانت واقفة معنا الدول الافريقية كلها في حرب اكتوبر، وقفوا موقف صح واحد حصل الدول الافريقية كلها مع الدولة المصرية بشكل قوي في الامم المتحدة. كانت جولة واسعة قام بها دكتور بطرس غالي الكبير الذي صار فيما بعد امينا للامم المتحدة. بالضبط. فكان الاستراتيجية اللي وضعها سيادة الرئيس الانفتاح على القارة الافريقية، واحنا شفنا جولاته البداية كانت للدول الافريقية كلها لعادة اواصر العلاقات بين مصر والدول الافريقية على كافة المستويات، المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى الامني، المستوى العسكري. حلو. ليه؟ لان للاسف شديد القارة الافريقية خلال الفترة الماضية اصبحت ارض خصبة، بعض الدول فيها اصبحت ارض خصبة للتنظيمات والجماعات الارهابية العابرة للحدود زي غرب افريقيا. بالضبط. تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وتنظيم بوكو حرام، غير الشباب اللي موجود في الصومال وخلافه، كل ده بيهدد الأمن القومي الأفريقي نفسه وبيعود بالتبعية على الأمن القومي المصري. فزي ما مصر بتقدم خدماتها أو خبراتها في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية، أيضا قدمت خدماتها بشكل كبير في المجال الأمني، لأن مصر بتسعى إلى التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية ومقدمة خبراتها في مجال الزراعة وفي مجال السدود زي ما شفنا السد في تنزانيا والطرق وخلافه، كل ده ابتدى الدولة المصرية تقدمه. على الجانب الآخر مش هيحصل تنمية طالما ان في تهديد، والتهديد ده عن طريق الإرهاب، وزي ما قلت لحضرتك في تنظيمات كتيرة دخلت وتغلغلت. مصر قدرت في سنة 2016 انها تعيد مرة اخرى تجمع الساحل والصحراء، اجتماع وزراء الدفاع اللي تم في شرم الشيخ نتج عنه تدريب مثلا أكثر من 2000 ضابط من دول الساحل والصحراء، تدريبات عسكرية مشتركة مع دول الساحل والصحراء، إنشاء تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب هنا في مصر. كل ده الهدف منه إحداث استقرار، القضاء على التنظيمات الإرهابية، إغلاق كل الأبواب اللي ممكن يخش منها التنظيمات والجماعات الإرهابية المختلفة من أجل البدء في التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية. شفنا حتى العمليات كتيرة بتتم على الجانب الآخر، عمليات التبادل الاقتصادي، التبادل التجاري اللي زادت بين مصر والعديد من الدول الأفريقية. شفنا دول أفريقية لأول مرة مثلا الرئيس يزور، رئيس مصري يزور مثلا دول أفريقية، دي حصلت مع الرئيس عبد الفتاح. زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه مباشرة رئاسة الجمهورية في 2014 كانت للجزائر. الجزائر لعدة أسباب، لأن الجزائر التاريخ بيننا وبين الجزائر، الجزائر من الدول اللي كانت واقفة معنا بقوة وقت حرب أكتوبر 73 طبعاً. الجزائر وقفت معنا بقوة بعد ثورة 30 يونيو حصل. فكان أول زيارة طب بالفعل تمت مع الجزائر. غير كده بقى الزيارات المتتالية للرئيس للدول الأفريقية. على الجانب الآخر لما مصر تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي كان من أعظم فترات الاتحاد الأفريقي لعدة أسباب، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدولية كان بيتحدث باسم أفريقيا، ويتحدث باسم أفريقيا، يعرض الأزمات في أفريقيا، يعرض كل حاجة في أفريقيا. حتى زياراته الرسمية كرئيس مصر، مش رئيس الاتحاد الأفريقي، لا كان بيعرض برضو طول الوقت بيتحدث عن أفريقيا وعن الأزمات في أفريقيا، وأن المجتمع الدولي يجب أن يلتفت لأفريقيا. طيب مجتمع الدولي يلتفت لأفريقيا، دي تخلي الواحد يحط عنوان كده لطيف وإحنا بنتكلم مع دكتور خالد. هل تعتقد يا دكتور خالد أن هذا المجتمع الدولي أو ما يطلق على نفسه أحيانا دول العالم الحر، في حين أنه هو دول العالم التي استعبدت كل البشرية يعني استعبدونا أولاد الذين المفتريين دول وقتلوا فينا وارتكبوا من الشنائع والجرائم أكثرها، يعني مش عايزين نرجع لأيام ليوبولد لما دبح حوالي 1,000,000 كونغولي يعني، بس مش دي القصة. هل هذا العالم
مستعد انه يفلت او يفلت افريقيا بقى شويه، انه يترك افريقيا للافارقه ليتنفسوا ويصنعوا او يصنعوا ويزرعوا وينمو الاقتصاد الافريقي، ولا هيفضل طول الوقت بيستخدم ادوات حتى يظل رابضا فوق الصدور؟ سيظل رابضا فوق الصدور اذا لم يتحرك. هيقتلونا ونسكت لهم اذا لم يتحرك او تتحرك او الاتحاد الافريقي ويكون لدى هيئاته المختلفة القدرة على وضع رؤية واستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على الربط الرقمي بين اللي هو النهاردة هو اللي بيعيق حركة التجارة البينية بين الدول الإفريقية قد إيه. هو احنا لو رجعنا الأرقام، هو حجم التبادل التجاري، هو إفريقيا بتستورد قد إيه؟ 564 مليار دولار. حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية بعضها البعض لا يتجاوز 15% من الرقم، من الرقم ده. طب الصين أكبر 254 مليار جنيه حجم التبادل التجاري ما بين الصين وبين الدول الإفريقية، 49% من الرقم، 49% من الرقم. طب احنا عشان نقول احنا عاوزين نتحرر من هذا الكابوس، لأن إفريقيا مليئة بالكنوز. هو ليه القوة العظمى بتيجي على إفريقيا؟ لما لها من إمكانيات، لما لها من مواد خام مش موجودة في مكان تاني في العالم، الحجم الثروات الطبيعية بشكل غير محدود، حجم المساحة. أنا النهاردة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا واللهيب الذي يحدث حول العالم من ارتفاع الغلاء الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في كل اقتصادات العالم. ليه؟ علشان هم يعني بيمثلوا 42% من تجارة الحبوب والمحاصيل الزراعية حول العالم بما فيها للدول الإفريقية، برغم أن الدول الإفريقية تملك 67% من إجمالي المساحة الكلية في العالم كله الصالحة للزراعة. فعملية المفترض انه افريقيا هي اللي تأكل العالم. 6% من مساحة الكرة الارضية كلها في افريقيا. احنا النهاردة احنا عندنا ارادة ولدينا رؤية واستراتيجية وفي تكامل، لان النهاردة لابد ان يحدث دراسة لكل الدول الافريقية على كل دولة على حدة بالامكانيات والقدرات المتاحة بالنسبة لها، وازاي ان اعظم الاستفاده الموجوده لدى هذه الدول، وازاي ان انا اعمل تكامل صناعي واربط. وده اللي في المؤتمر الاخير رئاسه مصر للدول الكوميسيا هو تحقيق ودعم الصناعات التكامليه بين الدول الكوميسيا بعضها البعض. ازاي نعمل التكامل الصناعي، ازاي ان انا احقق طفره هائله في ده في هذا القطاع الحي والهام، ازاي عشان احدث تنميه حقيقيه مستدامه لكل الدول الإفريقية. محتاج إيه؟ محتاج بنية تحتية، محتاج صرف، محتاج أموال. مين اللي هيدعم ده؟ إلا إذا كان في التكامل الاقتصادي الصناعي بكل أشكاله وكل أنواعه يحدث من خلال مظلة ألا وهي الاتحاد الإفريقي ليحدث الفارق داخل الأراضي الإفريقية. إذا حدث ده يبقى قدر الدول الإفريقية مجتمعة أن تخرج من عباءة الاستعمار والاستبداد والاستغلال للثروات والمناجم الإفريقية. من خلال ده قدرت الدول الإفريقية تتحرر بالكامل، وقدر إن هي الدول تعظم الاستفادة بما لديها من إمكانيات وقدرات، وقدر إن الاقتصاد الإفريقي بشكل عام أن يحقق طفرة هائلة ويكون رقم في مش 3% ممكن يوصل ل 30 و40% من اجمالي حجم الناتج المحلي الاجمالي ده، بالاضافه ان بيحدث التنميه الشامله داخل كل الدول الافريقيه. يبقى عندنا بنيه، عندنا بنيه تحتيه، شبكه طرق، الموانئ، كل ده. وبعدين افريقيا تمتاز ان البحار والمحيطات يحيطوها من كل الجوانب. هل تم استغلال الشواطئ دي في السياحة أو الصناعات المرتبطة بالبحر أو الموانئ أو كل استغلال ده موجود؟ أنا بقول لو استغل لنا جزء لم يستغل باقي الأجزاء. إنما عندنا في إفريقيا لا، لحد النهاردة
الطفره اللي حصلت للاتحاد الافريقي اثناء رئاسه مصر للاتحاد الافريقي. وما كان الاستاذ جميل بالظبط بالظبط كده. وكان ابرز ما يميزها هو تمرير الاتفاقيه التجاره الحره بين الدول الاعضاء اللي عددهم 54 دوله. هل تم تفعيلها؟ هل تم زياده حجم التبادل التجاري بين مصر وبين كل الدول الافريقيه بعضها البعض؟ ما هي الحواجز اللي موجوده وتعيق حركه التجاره البينيه بين الدول الافريقيه بعضها البعض؟ كيفيه انشاء وحده امن؟ احنا زي ما قال الاستاذ جميل قال ان احنا يعوق بعض الجماعات الارهابيه تعوق التنميه. طب هل فعلا في وحده امن تابعه للاتحاد الافريقي قادره على القضاء على مواقع الإرهاب أو أماكن التي تحدث إرهاب وتحدث قلاقل لكل الدول الإفريقية؟ هل موجود يعني هذه الوحدة؟ هل موجود خريطة الطريق لتحقيق التكامل الصناعي اللي موجود؟ هل موجود خريطة الطريق لتحقيق التكامل الزراعي اللي موجود؟ هل موجود خريطة الطريق لتحقيق التكامل في الانتاج الحيواني والانتاج الداجيني؟ هل موجود خريطة الطريق للاستغلال الأمثل للثروات السمكية الموجودة؟ هل موجود خريطة الطريق لاستغلال الأنهار اللي موجودة داخل القارة الإفريقية؟ هل موجود استغلال أمثل لكل الاحتياطات الهائلة اللي موجودة من الذهب والألماس واليورانيوم وكل الثروة المعدنية التعدينية اللي موجودة؟ هل خريطة موجود موجودة ويبقى فيه الاتحاد الافريقي هو ممثل لكل الدول الافريقيه ومن خلاله تنبثق كل اللجان ويقدر يحط كل هذه الخارطه الطريق امام نصب عينه ويقوم بالتنفيذ فعلا لتحقيق اولا الاكتفاء الذاتي من الغذاء داخل القاره الافريقيه؟ افريقيا في خطر بسبب مجاعه وبسبب ما تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه برغم ان من اغنى قارات العالم القاره طيب. الافريقيه. ده خليني هرجع هنا مره تانية لاستاذ جميل. الا وهو طبعا نهينا عن انه كمان فعلا زي ما كان بيقول دكتور خالد احنا لو عندنا قوه افريقيه مشتركه هنخلص على الارهاب اللي موجود في غرب افريقيا. ده زي صباح الخير يعني هياخد الوقت بتاعه بس هينتهي بس لانه عندي قوه قادره على ذلك. لكن على مساله البوادر او البشائر او المؤشرات، هل لنا بوادر بشائر مؤشرات الى انه احنا كلنا في افريقيا نلتفت جدا الى ان احنا عندنا حته الماز كده في شمال افريقيا اسمها مصر بموانيها على المتوسط والاحمر قادره على انها تعمل حاله انتعاش للاقتصاد والصادرات الافريقيه متى وجدت النيه؟ هو طبعا لازم يكون في النيه، ولكن انت لو جيت بصيت للقارة الأفريقية هتلاقي في تدخلات أجنبية كتيرة جدا للأسف، وكل التدخلات الأجنبية دي هدفها طبعا السيطرة. الدول اللي كانت محتلة العديد من الدول الأفريقية يعني عندك فرنسا، انجلترا، البرتغال، بلجيكا كتير قوي محدش عتقنا بالظبط. لازالت رغم حركات التحرر اللي حصلت فيها لكن لازالت برضو بتتدخل وموجودة جوة وقواعد عسكرية وقواعد عسكرية أمريكية وفي بعض الدول حصل فيها حالات انهيار زي مثلا الصومال بسبب الحرب وبسبب التدخل القوات الأمريكية كل ده، ولازال لغاية دلوقتي في برضو صراعات إثنية في العديد من الدول الأفريقية. كل دي بتأثر على التنمية داخل الدول نفسها. فالدول نفسها ما فيهاش يعني مصر بتسعى في الوقت الحالي زي ما بقول لحضرتك لمبادرات عديدة جدا، ان يبقى في قرار افريقي واحد، ان يبقى يتم الكف عن الصراعات الإثنية اللي موجودة، يتم في كانت مبادرة مطلقة اسمها اسكات البنادق. اسكات البنادق طبعا بالضبط، لان في اسلحه كتيره جدا داخل القاره الافريقيه كلها متهربه وكلها طبعا بيتم استخدامها وفي عصابات في قرصنه في البحر الاحمر في الصومال وخلافه. كل ده لازم عشان توصل لهذه القرارات زي ما حضرتك قلت يبقى في قرار واحد، يبقى لازم يكون في داخل هذه الدول كل الدول دي عمليات هدوء. هدوء بمعنى ايه؟ عدم تدخل دول أجنبية داخل القارة أو داخل الدول دي. لازم يكون في استقرار داخل الدولة دي ما فيهاش عناصر من مؤثرة فيها، ما فيهاش صراعات إثنية، كله بيبحث عن التنمية، بيبحث عن إضافة كل ما هو من التكنولوجيا ومن التطوير ومن التحديث داخل الدول دي.
طبعا احنا شايفين ان الدول الافريقيه دلوقتي بتثق في مصر بشكل كبير, بتثق في القياده المصريه بشكل كبير, بدليل ان العديد من القاده الافارقه في زيارات كتيره جدا بتتم طول الوقت, زيارات من القاده الافارقه للدوله المصريه واللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. زي ما قلت لحضرتك في خدمات كتيره بتقدمها الدوله المصريه وخبرات كتيره بتتقدم من مصر للدول الأفريقية من أجل إعادة التنمية داخل الدول دي. الخبرات المصرية خلال السنوات اللي فاتت اللي ظهرت واللي قدرت الدولة أنها تستفيد منها الدولة المصرية, فهي عايزة تنقل هذه الخبرات والتنمية داخل الدول الأفريقية اللي موجودة في الوقت الحالي. إذن التجربة المصرية مصر بتحاول تنقلها, فيجب أيضا على الدول الأفريقية أن هي تكون عندها الإرادة القوية أن هي تنبذ العنف زي كل الكلام اللي قلنا فيه قبل كده, من أجل أن يبقى فيه قوة واحدة وقدرة واحدة ويبقى عندهم الإمكانية والقرار الواضح لبداية التنمية واستغلال الثروات. أيضا زي ما بقول لحضرتك أن مصر دلوقتي كلهم عادوا إليها, كل الدول الأفريقية تثق كثيرا في مصر, فقيادة مصر في الوقت الحالي للدول الأفريقية أعتقد أنها هتفيد القارة الأفريقية بشكل كبير, هتشد القارة الأفريقية إلى التنمية. احنا شفنا حتى الرئيس وهو بيتكلم في قمة المناخ في نوفمبر اللي جاي بإذن الله اللي فات كان بيتكلم بمنتهى القوة عن أفريقيا, وأن صحيح. أفريقيا هي أكثر القارات تضررا من تغير المناخ, وأن الدول الكبرى ما بتقدمش المساعدات المطلوبة منها للقارة الأفريقية. أيضا على مستوى الصحة في وقت الجائحة بتاعت كورونا, وقت جائحة كورونا مصر بدأت تساعد على أنه توصل اللقاحات إلى إفريقيا إلى يعني. إفريقيا إذن في ثقة أن مصر هي الدولة القادرة على قيادة أفريقيا. مصر تمتلك القدرات البشرية وتمتلك القدرات في كل المجالات أن هي قادرة على احتواء أفريقيا, عملية التنمية داخل أفريقيا, المساهمة بشكل كبير في رفع المعاناة عن الشعوب الأفريقية ككل, لكن لازم يكون في إرادة من الدول الأفريقية إن شاء الله هتحصل. اديها لي في 30 ثانية لأن يجب على الدولة المصرية أن تضع رؤية كاملة لتحقيق التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية من خلال يعني كل مؤسسات الاتحاد الافريقي, وان هو داعم لكل الدول الافريقيه. لو حققنا التكامل من خلال الرؤيه المصريه, كيفيه تحقيق هذا التكامل هو الرؤيه دي انا اقدر اقول بشكل او باخر هي موجوده, لكن هو قررنا لوحدنا ده في 54 دوله لينا كلام بس اشوف فعلا يعني البرنامج داخل بقى هيخشوا علينا يقعدوا معانا على الترابيزه. انا الاول عايز اشكر حضرتك جدا يا دكتور خالد, نورتنا وشرفتنا حقيقي. كل الشكر استاذ جميل, نورتنا وشرفتنا طبعا في مجره العاده. حضراتكم ضيوف دايما اعزاء اجلاء, نستمتع جدا ونستفيد اكتر بوجودكم. اتمنى ان احنا نتكلم تاني في الموضوع الافريقي ده بشكل اكتر استفاضه, يبقى عندنا مساحه اكبر حبتين, الا انه لقد داهمنا الوقت زي ما بيقولوا كده. خلصت الحلقه لحد كده, لو كلنا العمر بالتاكيد ان شاء الله نتقابل بكره, بس ده يكون موجود معاكم كريم رمزي رقم 10. اما نحن نلتقيكم يوم السبت وبرنامجكم التاسعه. سلامات.